يا مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. تحياتي طبعا لكل الاهلاويه اللي بيتابعونا. ولا حديث يعلو فوق صوت كاس العالم. العالم كله النهارده وامبارح وبكره كمان عايش كاس عالم، تصفيات في مراحلها الاخيره. بالنسبه لقاره افريقيا تقدر تقول كده انه معالم الخريطه تقريبا بانت بالنسبه للعشره اللي هيوصلوا للمرحله الاخيره والنهائيه. عندنا ست منتخبات تاهلوا بالفعل، اولهم طبعا منتخب مصر اللي ضمن صداره مجموعته حتى قبل مواجهه الجابون بكره، وهنتكلم على ماتش الجابون لانه مباراه يمكن كتير يعتبرها تحصيل حاصل، لكن الحقيقه انا بشوفها مباراه في منتهى الاهميه لاسباب كتير، وده هتكلم فيه مع حضراتكم. طيب مع مصر مين ضمن التاهل؟ عندنا طبعا من القوى العظمى السنغال ضمنت التاهل، المغرب ضمنت التاهل، والاثنين من منتخبات التصنيف الاول حتى اللحظه، وصعب جدا يدخلوا تصنيف ثاني. عندنا كمان مع السنغال ومع المغرب عندنا غانا اللي كسبت طبعا بضربه او تاهلت نتيجه فوزها بنتيجه 1-0 ضربه جزاء مشكوك فيها وفي صحتها، وعلق عليها حتى يمكن مستر موسيماني، وتم الطعن عليها بشكل رسمي من اتحاد جنوب افريقيا. يبقى عندنا غانا، عندنا مصر، عندنا المغرب، عندنا السنغال، ومعاهم مالي. الحقيقه منتخب تقدر تقول عليه الحصان الاسود في مرحله المجموعات، وعندنا كمان معاهم الكونغو الديمقراطيه اللي بيدربها هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر. طيب الاربعه اللي فاضلين مين؟ الاربعه اللي فاضلين منهم ثلاثه من الكبار، منهم نيجيريا، منهم الجزائر، منهم تونس، ودول هيتحسموا او هتتحسم صداره المجموعه بشكل نهائي بكره على حسب نتائج المباريات. مين بينافس تونس على التاهل؟ بينافس تونس غينيا الاستوائيه. غينيا الاستوائيه عندها ماتش بكره على ملعبها، وتونس عندها ماتش بكره برضه على ملعبها في مواجهه زامبيا. تونس كسبت تصدرت المجموعه، اي نتيجه غير مكسب تونس وفوز غينيا الاستوائيه تبقى تونس في مفاجاه من العدد الثقيل خارج المرحله الاخيره من تصفيات كاس العالم. طب الجزائر معاها مين؟ الجزائر معاها بوركينا فاسو، والاثنين هيلعبوا في مواجهه بعض، مباراه مصيريه ولكنها على ارض الجزائر. طبعا فرصه الجزائر اقرب بكثير جدا لصداره المجموعه. عندنا كمان نيجيريا بتنافس مين؟ الراس الاخضر. بصوا خدوا بالكم الاسماء عشان تعرفوا ان الكره ما بقاش فيها كبير. يعني الجزائر اللي كله بيقول انها في السنوات الاخيره ممكن تكون المنتخب الافضل على مستوى القاره، وهي صاحبه اخر لقب قاري، بتنافس مين؟ بوركينا فاسو، تونس، غينيا الاستوائيه، نيجيريا، راس الاخضر. فواخدين بالكم من التفاوت. وعندنا المجموعه الرابعه والاخيره فرقتين من المستوى الثاني، لكن هم الحقيقه بصرف النظر عن عمليه التصنيف والارقام انا بشوفهم قوتين عظمتين في القاره الافريقيه، ومهما تراجعوا يفضلوا دايما زي منتخب مصر كده، ليهم تقولهم وليهم وزنهم. كوت ديفوار والكاميرون بيتنافسوا على صداره المجموعه الاخيره، والفرق بينهم نقطه وحيده، وهيلعبوا المباراه الفاصله في مواجهه بعض، كاميرون وكوت ديفوار. كوت ديفوار تحتاج لتعادل او فوز، كاميرون تحتاج للفوز، والمباراه هتقام على ملعب الكاميرون، وبالتالي النتيجه ممكن تكون هي المباراه الاصعب والاقوى بكره في التصفيات. خليني اقول لحضراتكم في مقدمه الحلقه النهارده، وقبل ما اطرح عليكم سؤال الحلقه، سؤال مهم جدا جدا، وانا كنت اتكلمت امبارح مع حضراتكم في السادسه على الميعاد المعلن من قبل الاتحاد الافريقي فيما يتعلق بقرعه المرحله الاخيره، القرعه اللي هيتحدد على اساسها الخمس مواجهات المصيريه، واللي هيتحدد على اساسها الخمس منتخبات الافارقه اللي هيشاركوا في كاس العالم، وتم اعلانها انها هتتم على هامش نهائي بطوله كاس العرب اللي بتتم برعايه الفيفا يوم 18 ديسمبر. وانا الحقيقه اعتقد يعني اذا كان ممكن نوجه الكلام للقائمين على الكره في مصر والاتحاد الكره على وجه الخصوص يعني، ولكل المسؤولين اللي ممكن يكون ليهم علاقات او اتصالات دوليه مع فيفا، مع اتحاد افريقي او اتحاد افريقي في المقام الاول ومن بعد كده الفيفا، لانه يعني في سؤال مهم جدا، ليه على هامش بطوله كاس العرب؟ يعني لماذا تحدد القرعه اللي هتحدد الخمسه المتاهلين عن قاره افريقيا في بطوله كاس العالم بعد بطوله كاس العرب؟ طب ما هو من الاولى، واعتقد انه الاتحاد الافريقي هو الاكثر حرصا على انه افضل خمس منتخبات في افريقيا هم اللي يمثلوا قاره افريقيا. زمان كانت حصه افريقيا من الفرق المشاركه في كاس العالم فرقتين بس، يعني مصر لما شاركت في كاس عالم 90 كان اللي بيمثل افريقيا في كاس العالم في الوقت ده مصر والكاميرون. ونتيجه العروض الكويسه اللي قدمتها منتخبات افريقيا في كاس العالم تم زياده عدد الفرق اللي بتشارك من افريقيا لخمس فرق، وبالتالي مفترض اذا كنا يعني عندنا رغبه في انه سمعه الكره الافريقيه وحصه الكره الافريقيه فيما هو قادم تزداد، يبقى عندنا حرص انه الاجدر والاكفأ والاقوى هو اللي يمثل القاره.
والسؤال المنطقي هنا، ليه ما تتعملش القرعة دي بعد أو على هامش بطولة كأس أمم أفريقيا اللي هتقام في بداية 2022؟ يعني الأوقع والأكثر منطقية إن البطولة دي تتعمل أو القرعة دي تتعمل بعد ما يكون في تقييم حقيقي وفرصة حقيقية إن إحنا نشوف عمالقة أفريقيا بتنافسه على بطولة أفريقيا أو اللقب القاري، وبالتالي بعدها يتحدد التصنيف الحقيقي والتصنيف الأكثر واقعية ومنطقية وعلى أساسه تتعمل القرعة. أعتقد إذا دفعت مصر في الاتجاه ده، مش إحنا كنا شاغلين بالنا بموضوع التصنيف وموضوع فرق النقاط بيننا وبين نيجيريا، ويا رب ممكن نيجيريا تتعطل في اللي جاي أو تونس تتعطل في اللي جاي أو الجزائر، فنطلع إحنا تصنيف أول فيكون من حظنا إن إحنا نقابل فرق من الفرق التصنيف التاني. لكن في النهاية زي ما اتفقنا المبدأ والقاعدة وعندنا وقت إنه اللي عايز يلعب في كأس العالم مع الكبار يكون جاهز لمواجهة أي منتخب، لكن أنا بيتهيألي إنه الأمر المنطقي أكتر والواقعي أكتر، مش بس عشان مصلحة مصر لكن عشان مصلحة الكرة الأفريقية، إنه القرعة تتعمل على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية، ويكون عند الاتحاد الأفريقي فرصة إنه يدي كبار أفريقيا بجد الفرصة إن هم يمثلوا القارة في بطولة كأس العالم.